après bah j'ai manqué là الحضور ديالنا اليوم هنا الحي اسيس هو من اجل اعاده تمثيل واحد الجريمه ديال القتل اللي شهدها هذا الحي هذا
والتي هزت أركان هذا الحي وروعت الساكنة. تمثيل حضوري اليوم في هذا التمثيل وبالنيابة عن السيد الوكيل العام، وذلك من أجل تحسين عمل الضابطة الشرعية وإعطاء واحد الشرعية وإرجاع الطمأنينة والسكينة للمواطنين ديال هذا الحي بعد شيوع الخبر ديال الوفاة أو القتل ديال هذه السيدة. وكذلك بات واحد تحسيس واحد الطمأنينة لدى المواطن العام بأن السلوك الإجرامي هو واحد الموقف سلبي وأن القانون سوف يتصدى لأي خرق له. طبيعي أن المشبوه فيه راه الأبحاث تمت معه في إطار احترام جميع الضوابط القانونية وفي جميع الضمانات واحتراما لجميع الضوابط التي يكفلها له قانون المسطرة الجنائية، ودائما في إطار احترام المبدأ العام الذي هو القرينة، والمتهم سيحال على القضاء والقضاء هو الذي سيبت في قضيته ويقول كلمته. تابوناو في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.